جاي كيجري بالراية صحابي يعطيني الراية فابور، أنا صحابي ما بقى شي حاجة ديال فابور في المغرب. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، راني في مدينة الراشدية وفي هذا الفيديو باغيكم الله يجزيكم بخير تتبعوه. راه من السات إلى الراشدية، مدينة السات إلى الراشدية، غتبعوا معايا هذا الفيديو وتشوفوا يعني الرحلة من السات للراشدية وتشوفوا يعني شنو كيوقع في الطريق والتجربة ديالي في الطريق ديال الإسباني حتى المغرب الغالي. المهاجرين المساكين لا حول ولا قوة إلا بالله، شي من هولندا، شي من الألمان، شي من إسبانيا، شي من فرنسا، شي من اليوح لهيه، شي من اليوح منا. المهم الناس راه صابرين حتى يوصلوا لبلاد الله، يوصلون بخير وعلى خير. الحمد لله راه الأمور بخير وعلى خير. عندنا في واحد لاستاسيون سيرفيس فيها الناس، فيها البوليس ليه، الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. حنا راه فالنسيا مازال شوية الطريق. لوتوغوت لقيتهم فابور في اسبانيا، يعني في لوتوغوت ديال اسبانيا كامله. واخا كتشوفوا هاد البياج راه يعني ما انتم تشوفوا ما خلصت فيهم والو، الا في الجنوب ديال اسبانيا عاد خلصت واحد 10 اورو تقريبا. انا يا سيدي بسم الله بدينا بلادي بلادي بعيده، بدينا مولاي مولاي وعلى النبي ويسلينا وهي انا من الله. وحتى باقي لي واحد نص ساعه باش نوصل الخوزيرات، عاد حبست هنا في واحد باساج فاش كيبيعوا لي تيكي. انا اخترت نسافر مع AML، مهم خديت معهم البيي جوج بيرسون دو بيرسون ومع السياره. هانتوما تشوفوا التيكي خلصت فيها 200 تقريبا 35 اورو، لقيتها غاليه شويه وقالوا لي دابا تشوف هذا الويكند اللي غادي يجي، يعني هذا الويكند اللي حنا غنشوف يكون فيه غيغلى اكثر من هذا الشيء. المهم الصراحه بيني وبينكم الثمن غالي بزاف. بلادي 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 الصحراء كثروا في صلاته ومولاي مولاي والنبي شفيع عمته وهي انا من الله. بسم الله بدينا بلادي 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 بعيدة، بسم الله بدينا مولاي مولاي وعلى النبي ويسلينا. الحمد لله راني وصلت الميناء ديال الخوزيرات. وصلت في هاد وكلا الوحده ديال النهار، والحمد لله يعني ما لقيتش بزاف الناس، ولقيت غير وصلت لقيت الباطو موجود. بيني وبينكم ما لقيتش المعاناه الميناء ديال الخوزيرات. جبت البي معايا، ما مشيتش نقطعوا يعني ونتسنى في الباركينغ ولا شي حاجه، لا جبته معايا ولقيت تما الباطو موجود ديال AML، وحتى الباطويات اخرين كانوا تما كيشرجيو. المهم دوزنا الاجراءات ديال لا دوان اللي هي دازت دغيا دغيا دغيا، والاجراءات اخرى ديال لونجستخمون ديال البي. دونك فوالا دخلنا في الباطو، وكما قلت لكم الامور دازت بخير وعلى خير. انما في الباطو غادي تشوفوا، غادي نوريكم بان راه تسنينا شويه، لان رجعوا ذوك الوراق ديال البوليس اللي كانوا كيعمروا بكري، وهذا الشيء اللي عطلنا شويه. هي انا من النار كثروا في سناتو بلادي بلادي بعيده، كثروا في سناتو يا مولاي مولاي واللي بيشفي عمته وهي انا.
هذه بعيدة والله يا مولانا مولاي مولاي رد الغنام يولي وهي أنا مولانا سمعوا عليه وزيدوا بلادي 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 الصحراء سمعوا عليه وزيدوا مولاي مولاي وكتلوا في سنة وهي ملي وصلت الخزيرات راهي في الباطو ام ال. المهم شنو نقول لكم دابا راه رجعوا لي كارت ديال شفتوا دوك لي كارت اللي كانوا كنعمروا ديال البوليس راه رجعوهم يعني الناس راه كيتسناو لتحت وكيعمروا دوك لي كارت باش يدوزوهم عند لابوليس باش يديرهم داك الطامبون في الباسبور وشنو اخر وكيطبعوا حتى كيديروا حتى دوك الورقه ديال الديوانه ديال الطوموبيل ديال لا دوان. دونك فوالا انتما تشوفوا راه كنتسناو باش نمشيو. وي ونسيت ما قلت لكم قبل ما نطلع الباطو راه ما طلبوا لي لا تيست بي سي ار لا الفاكسان لا والو حتى وصلت طنجة حتى تما ما طلبوا لي لا تيست بي سي ار لا الفاكسان لا والو. هذه تجربة ديالي خاصة كما انتم تشوفوا. الحمد لله وصلنا المغرب البلد الغالي ضربنا الطريق كامل وصراحة الحمد لله اللهم لك الحمد داز كل شيء بخير على خير لا في طريق اسبانيا انما شوية كيكون ضروري شوية دعية. وصلنا الحمد لله بعد ساعة ونص المغرب طنجة ماد والحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. لقينا تما يعني في تبادشي ديال الجماريك داز دغيا دغيا حتى هي ما تطلناش سولوني شنو جبت معايا وكل ما جبت معايا غير جوج باليزات والحمد لله الأمور دازت بخير على خير. يجري بالرايه صحابي يعطيني الرايه فابور يا صحابي ما بقى شي حاجه ديال الفابور في المغرب قال لك وكيذوب الاورو قال لك ارا اورو يالله هذه راه غاليه اي ثمن نعطيوه باش نديوها ماشي مشكل. راكم عارفين مع الطريق طويله بزاف درت واحد القرار باش نحبسو هنا في مكناس واحد لوطيل نرتاحو شويه راه مازال لي واحد 300 كيلومتر ولا اكثر للرشيديه. المهم انا ارتحت هنا في واحد لوطيل في مكناس في السنتر باش نزيدو الطريق حتى للرشيديه.
تشوف هذه الموتور في الطرح. لا والله طاح الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير مدينة الرشيدية. مشينا من سيت دزنا اسبانيا كاملة عبر الخوزيرات ووصلنا طنجة ميد. الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. اي واحد سافر ولا غادي يسافر الله يوصلوا بخير وعلى خير. تهلاو فروسكم ديروا ردوا بالكم في الطريق و يعني دوزو فاكونس مزيانة. نتمنىكم دوزو فاكونس مزيانة وتلقاو احبابكم واصدقاء ديالكم وعائلتكم ووطنكم بكل خير. الناس اللي غادي يمشيوا واللي غادي يرجعوا طريق السلامه. وهذا يعني فرحيه باش نبارطاج معكم السفر ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابيانتو.